السلام عليكم. اليوم نتكلم على ملعب تيزي وزو والجديد بالنسبه يعني الايام هذه تاع البارح واليوم، هو انه اولا تم وضع لي بوا المرمى تاع يعني في جانبين تاع اخر تاع حراس المرمى باش يظهر افضل، يعني ويعني هذا دليل على ان الملعب الاشغال تقربت للانتهاء. الملاحظة الثانية هو أن الانتهاء من وضع البساط الأخضر حول الملعب، حول البولوس تاع الملعب إذا. والملاحظة الثالثة اللي يتعلق بها الأشغال تاع الملعب هو بدء بداية في عملية وضع الحواجز لي غارد كور كما يسمى لي غارد كور على المدرجات، يعني بزجاج المقوى او زجاج راسيست فير انكاسابل، اذا هو يعطي رونق وجمال وعصرنا لهذا الملعب الرائع. اذا هنيئا للشعب الجزائري بهذا الانجاز. الان الملعب بدا يظهر يعني شكله النهائي شيء رهيب. أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.